أنا قبل ما أجاوبك أنا راح أجاوبك، لأن أنا سألت السيد المدير العام عن قضيتين، أن شركة تريبل آي البريطانية التي تعاقدتم معها هل هي شركة متخصصة بإنتاج سماد الداب؟ قال لا، هي شركة قابضة. هذا الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، أنتوا ليش قبلتوا 95% للشركة ولكم 5%؟ إلى الآن صار لكم 3 سنوات، إيش قد أرباحكم؟ قال ولا دينار. نعم. هذا مدير عام الأسمدة، هاي الآن إجابته. طيب الآن من الذي يجب أن يدان بهذه بعد أن تم الوصول إلى مثل هذه النتائج؟ المعمل وهمي والسماد يؤدي إلى السرطان وفيه نسبة إشعاعات عالية، من هي الجهة التي تسببت بهذا الفساد الذي يؤدي إلى قتل جماعي؟ أكيد يعني وزارة الصناعة طبعا، يعني أريد ألفت انتباهك أنه القتل الجماعي سرقات موجودة والفساد موجود، لكن هذا الموضوع يعني سرقة مقترنة بالقتل، يعني مو مرات واحد يسطو على دار وعندما أبو الدار يحس به يشيل مسدسه يقتله، هذه يعني أخلاق يعني فوق العالية، أي. إنه من يحس به أبو الدار يقتل أبو الدار، فهذه سرقة مقترنة بالقتل، يعني جريمة مركبة إذا صح التعبير. طيب المعالي الوزير السابق منهل الخباز هو المسؤول عن كل هذا؟ هل من إجراءات قضائية، أنت قلت أنا كتبت إلى الدعاء العام، منهل الخباز الآن هل من إجراء قضائي على أقل تقدير احترازي، إجراءات منع سفر، إخضاع للتحقيق، استجوابه، استدعائه، من الآن الذي له الحق بإقامة دعوة قضائية ضد معالي الوزير السابق؟ أستاذ نجم، أني هذا الموضوع وضعته في ساحة الدعاء العام وفي ساحة القضاء، وكان الإجراء سريع، لكن الإجراءات القانونية وما هي الخطوات اللي اتبعت أو القرارات التي أصدرت من المحاكم، أنا يعني لن يصلني شيء منها، لكن نحن وضعناها في ساحة القضاء، والقضاء العراقي كما تعرف أنه قضاء عادل ونحن نفتخر به. طيب الآن بموجب كل هذا الذي جرى، وأنتم جهة تمثلون الشعب العراقي، جهة رقابية وتشريعية، وصار لديكم ما يثبت بالملموس أن التعاقد مع هذه الشركة أوصلنا إلى هذه النتائج، ما هي الخطوة اللاحقة؟ هل على الصناعة أن توقف العقد، تلغي العقد، نطالب بالتعويض؟ شنو الإجراء الذي يجب أن يكون؟ والله يا أستاذي العزيز، أنا بالنسبة لي لن يهدأ لي بال، وهذه سجلها يعني في يعني هذا اللقاء، لن يهدأ لي بال أبدا ما لم نصل إلى كل مفاصل هذه المفسدة التي وصفناها المقترنة بالقتل، ومحاسبة كل المفسدين وكل من أراد أن يقتل الشعب العراقي قتل جماعي.